الهلال المغربي وليد ازارو مهاجم نادي الاهلي، واللي طبعا تألق خلال مباراه المقاولين العرب وقدر ان هو يحرز هدفين عشان ينفرد بصداره هدافين الدوري وبرصيد 14 هدف. وليد ازارو بقى طبعا اكتر لاعب في النادي الاهلي احرازا للاهداف في موسم واحد من بطوله الدوري من 11 سنه، تجاوز الانجولي فلافيو والجابوني مليك ابونا كمان، خصوصا طبعا ان فلافيو كان احرز 12 هدف مع النادي الاهلي في موسم 2009 2008، وبالنسبه لليفونا فهو سجل برده 12 هدف في موسم 2015 2016. كمان وليد ازارو عنده فرصه ان هو يحطم رقم فلافيو واللي توج بلقب هداف الدوري وبرصيد 17 هدف في موسم 2006 2007، وعماد متعب كمان مهاجم التعاون السعودي الحالي واللي احرز 16 هدف في نفس الموسم. جمهور النادي الاهلي على السوشيال ميديا اشادوا بتالق وليد ازارو بعد طبعا ما انفرد بصداره هدافين الدوري الممتاز، خصوصا ان هو تعرض لموجه كبيره جدا من الانتقادات العنيفه في بدايه انضمامه للنادي الاهلي بسبب اهدار للفرص السهله. تعالوا نشوف معاكم ردود افعال جمهور السوشيال ميديا بعد تالق وليد ازارو قصاد المقاولين العرب وانفراده بصداره هدافين الدوري المصري وبرصيد 14 هدف. هنبتدي مع ياسمين حمدي اللي علقت وقالت: وليد ازارو برغم كميه الفرص اللي ضايعه الا انه قد المسؤوليه وقادر انه يثبت نفسه اكتر ويكون هداف هذا العام باذن الله. كمان احمد عبد العليم قال: المستوى الحالي اللي بيقدمه وليد ازارو مع النادي الاهلي رائع جدا، وده ممكن يخليه الخليفه المتوقع لفلافيو صاحب الراس الحديديه. ابراهيم الحجار كتب: وليد ازارو يلعب في اي دوري اوروبي مرتاح مهاجم زي ما الكتاب بيقول. وماركوس مجدي علق وقال: خلي بالك من ازارو عشان تقيل في هزاره. وكمان آية رمضان قالت: مهما اتعرضنا لانتقادات وكلام بنفضل مكملين ونحسن ونتطور من نفسنا في أي مجال احنا فيه. وأحمد إمام كتب: ما بالك بقى يا سيدي لو كان وليد أزارو عنده فينش عماد متعب، مش كان زمانه بينافس ميسي وكريستيانو رونالدو في عدد الأهداف دلوقتي؟ رد عليه محمد أشرف وقال: وليد أزارو مهاجم الأهلي أعتقد هيكون أفضل حل للمنتخب المغربي، خصوصا بعد التطور الرهيب في مستواه مع كابتن حسام البدري وتصدره لقائمة هدافين الدوري المصري. أخيرا محمد سليم قال: متوقع السنة دي أزارو يكسر رقم أكبر هداف في تاريخ الدوري في موسم واحد.